نتواصل هكذا ننطلق مع أشواطي مساء هذا اليوم في انطلاقات هذه الأمسية الجميلة في مساء الإذاع الإبداع والإمتاع في هذا السن. ينطلق الشوط الثالث عشر أو الشوط الثاني عشر في انطلاقات أشواط مساء هذا اليوم، الشوط الخاص بالجعدان المهجنات الإذاع بشعارات أصحاب السمو الشيوخ ورفقة الأخوة المضمرين المبدعين الذين يقدمون هذه النوعية. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى، وهذا الباز يتصدر المجموعة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد بن عبد الملك يقود مضمرا، بينما يأتي في المركز الثاني وهذا منجز يأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر مسري بسالم بالعرطي الحميري، والمركز الثالث هذا معطش يأتي في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يقود في تضميره عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة يضمر غيات الهلالي، المركز الخامس هذا وصل الحذر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن قافان بن حمد اليابري يتولى عملية تضميره في المركز الخامس، المركز السادس تواجد من قبل صوغان من هجن زعبيل يضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في سادس المراكز، المركز السابع شاهين من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي، المركز الثامن وصل في ثامن المراكز شاهين من هجن الدشبة يتولى تضميره اللي هو سالب سعيد، والمركز التاسع هذا اللي هو الشامي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتولى عملية التضمير والتدريب في هذا المسار وهذا اللقاء الشيق والجميل. المركز العاشر شاهين من هجن العاصفة ويضمر غياث الهلالي، هذه النتيجة وهذه العشرة الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط والمنطلقة بالتنافس على تحدي ونصاب هذا الشوط المكتمل بهذه الأسماء وهذه الشعارات وهذه الانطلاقات في الشوط الثاني عشر في أشواط مساء هذا اليوم بشعارات هجن أو بشعارات أصحاب السمو الشيوخ على ظهور الأصايل في الأبكار والجعدان في الميدان الذكي في المرموم. ننطلق مع هذا التحدي وهذه الأثار. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى، من ثم العودة مرة ثانية إلى المركز الأول، ولا زال الباز لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد يتصدر قائمة هذا الشوط، يضمر مختار بن أحمد يقود في التضمير وهو يندفع من هذه السلالة العريقة، وهناك من بدع ثلاث بهذا الاندفاع والانطلاق على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز معطش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يأتي أحمد عتيج بن سالم العرطي في عملية تضميره، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وتتقدم هجن العاصفة وتقدم لنا شاهين وغيات الهلالي، كذلك يأتي مضمر مع شعار العاصفة وهجنها، المركز الرابع في تواجد منجز في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر مسري بن سالم العرطي الحميري، المركز الخامس وهذا صوغان من هجن زعبيل يضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وهناك هجن العاصفة أيضا تأتي بشاهين وشاهين يقودن في التضمير اللي هو غياث الهلالي على المركز السادس والسابع، والمركز الثامن هجن زعبيل او هجن عفوا هجن ند الشبا والمضمر سالب سعيد اللي هو شاهين، والمركز التاسع لسمو الشيخ حمدان
بن راشد المكتوم الذي ينطلق كذلك في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع في المركز التاسع. ضمر سعيد بن حمد بن سعيد بن مروشد اللي هو صوغان، والمركز العاشر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي ضمر فايز بن غافان اليابري الحذر ياتي في عاشر المراكز. هذه النتيجة مشاهدي العزاء للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تتنافس في 6 كيلومترات على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نعود إلى المراكز الأولى بعد أن أكملنا ندانا الثاني للعشرة المراكز الأولى في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الباز 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 تعود ملكية المعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد يأتي في المركز الثاني. مختار بن أحمد يتقدم على ثاني المراكز بينما المركز الثالث معطش أو المركز الثاني عفوا معطش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يأتي في المركز الثاني مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز الثالث شاهين من هجن العاصفة، والمركز الرابع أيضا شاهين من هجن العاصفة يقوده في التضمير غياث الهلالي. على المركز الرابع هجن زعبيل تقدم لنا وتأتينا بصوغان وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في هذا المسار وهذا اللقاء الشيق في هذه التحديات التمهيدية الجميلة والرائعة في أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين. يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. الباز الباز لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك الذي يأتي في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. يا سلام وشاهين بدأ يتحرك هجن العاصفة تقدم شاهين على المركز الثاني وغياد الهلالي يأتي بشاهين، والمركز الثالث اللي فيه معطش لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب. المركز الرابع هجن زعبيل تأتي ويتأتي تقدم صوغان في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. بدأ التحرك بدأت 800 متر الأخيرة والباز وشاهين في تحدي وانطلاقه. شاهين العاصفة بدأ يتسلل من عمق الميدان يتقدم إلى المركز الأول في الوقت المناسب وفي المكان المناسب دائما للعاصفة وهجنها في هذا الانطلاق. الباز في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد الذي يضمره في ثاني المراكز، ولكن شاهين والباز وشاهين تنافسات وتحديات جميلة ورائعة. يا سلام هناك في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق هذا هو الباز. الباز بدأ يغير وشاهين في المركز الثاني. لازالت المحاولات الأخيرة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. شاهين والباز وشاهين الأمتار الأخيرة. الباز بالمركز الأول تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد على فوز الباز بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة، والمركز الثالث شاهين من هجن ند الشباب. المركز الرابع صوغان من هجن زعبيل، والمركز الخامس ايضا من لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم اللي هو معطش. هذه النتيجه. عوده الى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا اللقاء الشيق وهذا الاندفاع الجميل. التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء في فترة زمنية مقدارها قطع المسافة اللي هو الباز في فترة زمنية 9 دقائق 14 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، وتهانينا لمضمر مختار بن أحمد. شاهين في المركز الثاني في 9 دقائق 14 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهنية لغياث الهلالي على فوز شاهين بالمركز الثاني. المركز الثالث
نشوف توقيتها على شاشة التلفزيون ولحظات وصول المركز الثالث في هذا الانطلاق. 9:20 وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن ند الشبا، والثانية موصولة لسالم سعيد. تهانينا للجميع.